النهارده بينورنا وبيشرفنا الموسيقار الكبير استاذ اسامه الرحباني. اهلا بيك في شبكه تلفزيون الحياه وبرنامج عيال. اهلا منور مصر. طول عمري. حضرتك كنت سمعت قبل كده الهبه بتقول ان هي اول مره جت لحياتك سمعتك صوتها، وبعدين قعدت فتره طويله ما كلمتهاش وهي ما بقتش فاهمه صوتها عجبك ما عجبكش ازاي كده. لا بالعكس، انا سمعت مظبوط هبه ودهشت. اول شيء اول لحظات سمعته مظبوط، وبعدين خلال الحديث قلت لي انه عم نشوف نحن عم نشوف تاسيتور او قديش الصوت بيطلع وبينزل، قديش مسافه الصوت. انا قلت لها والله بتوصل الى هون، قالت لي لا بوصل 12 نوتة زيادة. انا قلت شو عم تحكي هالبنت؟ تحدي مناش واضحة. قلت لي انه هي بتغني اريا اسمها دير هولي راخ لموزارت، اللي هي من اصعب الاريات بالعالم، يعني صعبه، وهي للكولوراتورا يعني اللي بيعلوا كثير الأصوات اللي شوي بسموها سوبرانو كولوراتورا، بتجيب أصوات عالية جدا. أنا قلت مين يعني كيف من بعمر هالقد مش مفروض تغنيها؟ مش مفروض عشان أصوات صوتها ما بيسوالها لي واحد بده يكون 28 29 30 سنة بيغنوها، بس عبكير هالقد بعد 18 17 سنة مش لازم. وسمعتني تفاجأت أنه قديش هيك، فهمت ساعتها أنه صوتها من يعني ستيل كيف مرايا كاري بتجيب هالنوتس العاليين، أو ليونا لويس أو أريانا جراندي أو هالناس اللي هيك. بس كنت أنا عم بعمل محضر مسرحية كل الوقت وكنت مشغول، تتصل في هي رجعت أنا بعدتها عند one of the best coach الفويس للكوتش للفويس بالعالم العربي وديع عبيرع، اللي هو مثل صديق وأخ وتلميذ لإلي ولبيي كمان، ودرس الأوبرا بشكل رائع وعلمها بشكل كتير منيح. وصارت تجي هي تسمعني كل أصعب الأغاني، يعني صرت قلت له مرة يا وديع عم تتحسن بشكل رائع هبة، مش معقول، عندها مستوى الذكاء كان كتير عالي وغير مستوى الشخصية، وإذا بدك الذكاء المتوقد هيك ناطر هيك تينقض على الفكرة، يعني لحتى يفترسها قد ما بتحب تشتغل، ومنضبطة وبتتحمل. أهم شيء الإنسان بده يكون عنده طبع حاد، صح؟ وإذا ما عندك طبع على طول هيك في هيك في هيك ارتخاء، انه راحت ما بيوصل لمطرح. هي على طول هيك عندها الشراسه. حياتك كنت قريت لك قبل كده كلام قلت ان احنا عندنا عائق في توصيل الاغاني العربيه، عائق اللغه، وان احنا ستايل ميوزك بتاعنا السيكا، فاللي هو ده دايما هم بيفتكروه نشاز. هل حضرتك شايف هو الموسيقى الربع صوت بالظبط الربع صوت بالظبط ان هي عائق اللغه، فهل شايف ان ممكن هبه بما انها بتغني اكتر من لغه ده ممكن يعني تكسر لنا الحاجز ده شويه؟ لكن هون الحديث بينقسم لشقين. بصناعة الموسيقى ما في شك كل بلد بهمه حاله، لو أخذ تأثيرات إلى علاقة مثلا فرنسا شوي من تأثيرات المغاربة، يعني مغرب جزائر تونس بالجاليات الموجودة بكمية كبيرة، فرضت نوع من الموسيقى اللي اسمها الراي، أو حتى بنسموها ميوزيك أوربان، يعني الموسيقى اللي شوي تتعاطى مع الضواحي مع المجتمعات الجاتو الفقيرة المعدومة، اللي هي فرضت موسيقى وصناعتها بفرنسا على الموسيقى البيضة الموجودة الأصلية. ننتبه بريطانيا تماما مختلف، بريطانيا نحن ماشيين وما حدا بيسألنا، في أمريكا بس في بريطانيا، يعني مثل ما الانجليزي بيسوق على اليمين اخر همه اذا انت بتسوقي على الشمال، في يورو بس في باوند استرليني، وهن حكموا العالم هالجزيره، بعضهم نفس الشيء مسيطرين. وكل اذا بتشوفي اهم سينجرز بالعالم ارتست بريتش هن، ليه؟ لانه هن بيعتبروا حلو نحن بنخلق الموضه بنخلق الموسيقى مثل ما بدها. وفي الامريكان اكيد الاقوى اقتصاديا بالعالم اللي بتفرض حالها كسوشيال ميديا على العالم، لكن في تاثيرات لها علاقه مرات بأشياء بتاخديها مرات بالإيقاعات، وبتاخدي أفكار صغيرة، وبتعرفي دي جاي زي أخذ من جمل من بليغ حمدي بالزبط. ومن من يعني من ورث أكيد بليغ حمدي، وصار في مشاكل عليها، ونفس الشيء آليا اللي توفت بحادث طيارة كمان أخذت من مصر من بعض الأشياء ومن وردة، يعني بكل حدا بياخد بعض الأشياء. وكمان مادونا أخذت من فيروز من الأخوان رحباني مقطع وغيره من الناس. انتوا تعملوا ألبوم يكون فيه 30 أغنية في وقت عصر السرعة، بنسمع من كل المنتجين يقولوا الألبومز ما بقتش بتكسب، احنا بنعمل سينجل، احنا بنهتم يوم ما بيعملوا ألبوم بيبقى بعد سنين. ان انتوا عشان تحتفلوا بأنها تمت 30 سنة تعملوا 30 أغنية كانت فكرة جديدة وأكيد مكلفة يا أستاذ أسامة. طبعا مش بس مكلفة، أول شيء معمول ومتعبة جدا كمان بشكل كتير كبير، لأنه مع أوركسترا سيمفونية كتير كبيرة كمان، وبنفس الوقت مكلف، وبنفس الوقت صار فيه أسطوانة بآخر الموسم كمان كان لعيد الميلاد عملناها،
وكمان هي كان عندها اسطوانات نوتردام دو باري نزلت بفرنسا، يعني ثلاث اسطوانات، خلينا نقول اربع اسطوانات بسنه واحده. نيفرتيتي اخبارها ايه؟ اخبارها رائعه وبتشبهها لهيبان الله راد، وصار لي فتره يعني ده معناه ان حضرتك فعلا لو المسرحيه دي هتتعمل هتكون من بطوله هبه، بما ان انت قلت لي هبه بتشبهها كتير. اه ما في شك عندها الـ الـ ليك كيف تكملها يا ربنا بكملها مع هبه، انه عند الكاميرا بتحب كتير الوجوه هيك، وهبه وجهها هيك. اسم هبه توجي يعني التصق باسم موسيقاري كبير استاذ اسامه الرحباني، وناس طلعت عليك اشاعات وحياتك كذبت الكلام ده، الموضوع ده يعني كان مضايقكم ولا كان ايه؟ لا مش قصه هيك، قصه انه علاقتنا طويله ومش من 2007 بيحكوا الناس شو ما بدهم، نحن بحياتنا الشخصيه ما بحياتنا دخلنا عند الناس ولا حبينا نفوت على المجتمعات اللي بتحكي كثير، نحن هيك عم نشتغل مع بعض، كثير بنحب الشغل مع بعض، كثير بنفكر مع بعض، كثير بنتفق مع بعض، كثير بنعدي بعض. هيدا هو الحلو الواصل عند الناس، الناس بدها تفوت بالتفاصيل، نحن بعيد عن التفاصيل ما بيهمنا هالشيء. نورتنا يا فندم وشرفتنا، مبسوطة جدا كنت مع حياتك النهارده، حياتك قامة من قامات الموسيقى مش بس في مصر طبعا ولا في لبنان، في الوطن العربي كله، نورتنا وشرفتنا وبتمنى لك زيارة سعيدة لمصر. طول عمري.